جينا للصيد اليوم وحمود ايش لقيت هنا؟ ايش لقيت؟ شوف ايش لقيت شباب. لقينا لان خطيب البريه فما نعرف انه شلاب مال ذياب وما ندري. بس هنا في المكان شوفوه في الصحراء. اظن مكاننا ما جو هنا. نمر. نمر؟ نعم. وين نمرت انا مرتن؟ ها شوف حمود ايش رايك في المي هنا؟ شو رايك؟ شو رايك في المي؟ لا ترمي لا ترمي لا ترمي لا ترمي لا ترمي لا تدوسها. وراك 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 لا ترمي. طقيت واحد بعيني. طقيت واحد بعيني؟ طقاق طقاق. عندنا هناك ابو بهاء وبهاء راح هناك يسمون كمين للفختي. ذاك واحد وذاك واحد. لايك بدو دعاية. ام اعصابك اعصابك حمود اعصابك يابا اعصابك. ذاك بهاء هناك شوفوه وذاك الحجي ابو بهاء راح يسمون كمين للفخاتي. يعني قالوا بعد ساعة هيك قامت تجي تشوفوها راح تجي هنا تحطها مي يطلقونها ولا ما تحط. خلينا نشوف والله يصيدون اليوم. لا وصلنا ذني قرنيات ما صورت لكم هنا عشان السياره تمشي بينا ذني سته ما ادري خمسه من وقعناها. لا بابا لا خطيه والله خطيه لا خطيه. ايش جبت انتم؟ ابو العداله تعال ابو العداله تعال اوف 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 بابا. البودي شو يسوي؟ شمس تعال تعال اعطيك مي انت جوعان؟ تعال كذا يلا.